يضغط العربي يتراجع السريع يا سلام رافينيا الى هلال محمد هلال عرضيه داخليه منطقه الجزوره سيو في اللقاء العودة إلى طريق الإنجاز والعودة إلى طريق الألقاب والعودة إلى المنصات براس يوسف المساكني يضع الكرة في المرمى هذه اللقطة وهذه المحاولة وهنا الارتقاء والرأسية وبعد ذلك في الشباك لكن شوف تمريرة رافينيا شوف انطلاقة هلال شوف ارتقاء يوسف وشوف الرأسية في الجول العامل فاعي هنالك في استاد احمد بن علي من اجل مواجهه السد والطريق باقدام رافينيا رافينيا في منتصف في المرمى يسجل ويعلن عن ثاني الأهداف 2-0 لمصلحة النادي العربي في نصف ساعة أولى من أهداف كرة تصل إلى إبراهيم كلا عرضية داخل منطقة الجزاء وهذه المحاولة وهنا الارتقاء بعد عرضية مثالية جدا من إبراهيم كلا إلى يوسف المساكري كلا إلى المساك وكأن النتيجة لا زالت سلبية محاولة ملعوبة من في المدرج ليوجه له التحية سلام بابا سلام هذه الكرة وهذه المحاولة قوية جدا لا 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 بالقدم اليمنى وعلى طريقة الكبار يسدد وبأقدام الدون يسجل السيل هدف في المباراة الرابع شوف وضعها بطريقة في غاية الروعة صعبة على عبد الرحمن رابع الأهداف للعرب سيحسم يوم 12 كرة من أجل الخامس أوهو. جميلة جدا جملة في غاية الروعة أحد أجمل جملي الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس تصل عن طريق إبراهيم إلى رافينيا إلى عمر وعمر في المرمى يسجل الهدف الخامس للنادي العربي هنا في هذا اللقاء وفي الدور نصف النهائي ليضع العربي في المباراة النهائية بانتصار كبير جدا في نصف نهائي كأس السمو الأمير على حساب السيلية وبخماسية محاولة تعود من جديد تسديدة وصلت إلى عمر السومة عمر السادس
قصة الهدف السادس إلى عمر السومة الذي يسجل وينهي الأمور. هي منتهية من فترة، منتهية من فترة، لكن خسر 5-1. كرة من أجل هدف ماء الشرف، أيضا هنا يسجل انضماء الوجه، وهدف شرفي يأتي عن طريق اللاعب سترانبيرغ. سترانبيرغ يسجل ويهز شباك العربي للمرة الأولى هذا الموسم في بطولة الكأس. هذه اللقطة، هذه المحاولة، تمريرة في غاية الروعة وصلت إلى سترانبيرغ، وسترانبيرغ يضع الكرة في المرمى ويسجل أول أهداف السهلية، أول أهداف السهلية يأتي في حامد، يبحث عن عرضية، عرضية داخل منطقة الجزاء. نعم، وهدف آخر باليسرى، وهدف ثالث بالرأس، لكن هاتريك بالرأس، هذا هاتريك كيف، هاتريك كيف كيف كيف، مزاج بالنسبة ليوسف المساكني.